يا نادية شوفي التليفون الله يرضى عليكي. ألو نعم. أهلين أم عادل، ماشي الحال؟ شلونكم أنتو؟ ما في شي والله، قاعدين اليوم. طيب دقيقة لأسأل زاهر. زاهر هي أم عادل قعدون يجوا يسهروا عنا اليوم. اليوم ماني فاضي، عندي مقالتين بدي أخلصهم. يعني شو إلا؟ اعتذري اليوم وعطيهم موعد بكرة. دخيلك أم عادل لا تأخذينا. لا والله زاهر مشغول اليوم شوي. إيه بكرة؟ لا لا ما عنا شي. إيه طيب وهو كذلك، إلى اللقاء. شو قالت لي؟ جايين بكرة؟ لا، قال بيحكوا معنا. دخلك؟ شو هالمقالة اللي علقان فيه من الظهر؟ يا ستي هالمقال هاد عن الحفلة الموسيقية يلي أحياها الفنان غزوان الجاجي. وإمتى صارت الحفلة؟ امبارح المساء. بس أنت امبارح طول النهار ما تحركت من البيت، بقى إمتى حضرت الحفلة؟ ومين قال لك إني حضرت؟ يعني ما حلك تعرفي عادتي أنت؟ ما رحت لا على حفلة ولا على شيء. أنا أصلي حفلات أنا من غير شيء، راسي مسروع. ومنين جبت معلومات لمقالتك؟ إن شاء الله قاعد عم تخترع من عقلك. لا من عقلي أنت الثانية. هي بروشور الحفلة في كل المعلومات المطلوبة، من تاريخ العازف لأسماء المعزوفات يلي راح يعزفها للون البيانو يلي عزف عليه. بقى لشو لأحضر وضيع وقتي؟ عادي عادي، اسمعي هالعنوان اللي كتبته أحلى. اسمعي: العازف العالمي غزوان الجاجي يعزف على أوتار القلوب. موسيقى الجاجي تسمو بنا إلى عالم الأحلام في قاعة نينوى. بقى شو رأيك؟ معقول. لك شو معقول؟ لسه في أحلى من هيك عناوين. اقرأ لك المقال قبل ما نقحه. لا لا دخيلك، بكرة بقرأ من الجريدة منقح خالص. ايه مثل ما بدك، بس طلع مقال مرتبها، يعني كأني حضرت الحفلة على الواقع وقعدت مع الجمهور وقابلت العازف. وهالمقال لأنه جريدة؟ لجريدة أسوان المساء، بده ينزل بعدد بكرة. يا ستي ولسه عندي اليوم مقال عن منجزات بلدية عين الثعلب لمجلة الريف. وإذا زاد عندي وقت رح أبدأ بمقال الصقيع، عن الصقيع يعني، لجريدة الفلاح العصري. كل هدول اليوم؟ شو بدي أعمل يا نادية؟ مرتبط بأربع جرائد ولازم لحق لهم. تخيلي بقى، إذا كل حفلة بدي روح أحضرها، وكل محاضرة بدي سجلها، وكل تحقيق بدي غطيه على الواقع، وكل ريبورتاج بدي إلحقه ميدانياً، كنت بعمري ما لحقت. بالعكس كان انخفض إنتاجي للربع، يعني بدال الأربعين مقال بالشهر كنت يا دوب كتبت 10-15 مقال. وشو بيعملوا معنا دخيلك هدول؟ ما بيعملوا شي، يعني كنا فتحنا تمنا للهوى أنا وياكي. إيه الله يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيكي. أخبار المحلية الثقافية خلال أسبوع: فقد أقيمت يوم أمس حفلة موسيقية في قاعة نينوى للموسيقار العالمي غزوان الجاجي، وقد استمع الحضور إلى عدد من المقطوعات اختارها العازف ببراعة لعدد من كبار موسيقيي العالم الكلاسيكيين، فتبدت براعته في جمال العزف ورهافة الحس التي تفصح عن ثقافة وموهبة عظيمتين. لا ليش عم بطلع؟ والله وكيلك طول مو قاعد، قاعد عم يشتغل، حاطط لي راسه بين الوراق وقاعد. اوف ماشي الحال. طيب شوف، يلا مع السلامة. شفتي حظي ما أحلى؟ هلأ من شوي حكوا بالتلفزيون عن الحفلة اللي عم بكتب عنها، لحقت حالي ونقشت كم معلومة مرتبين. يعني رح تخلص الموضوع على بكير؟ ايه خلصته وبديت بإنجازات بلدية عين الثعلب. يخزي العين عنك. إيه لكن يا روحي هيك الشغل. نادية شو رأيك تساعديني شوي بموضوع الصقيع؟ بركي بلحقه الليلة. لك إيه شو بفهمني أنا بهالقصاص؟ أنا كاتب مقال عن الصقيع بعدد الفلاح العصري يلي انتشر مثل هالوقت السنة الماضية، بإمكانك تلخصي لي إياه؟ إيه وين بدي لاقي هالعدد؟ موجود عندي بالأرشيف. نطي نطي الله يخليك، استناولي ولخصي لي إياه. طب اسمع لك، طالما كاتب نفس الموضوع السنة الماضية ليش لا تعيده؟ ايه شو فكرك؟ هي أول سنة بعيده، هي خامس مرة عم بكتب بنفس الموضوع وبنفس الوقت من السنة كمان. طيب ليش ما بتكتب موضوع جديد؟ دخيلك وشو الفايدة؟ من خمس سنين وأنا عم بكتب عن الصقيع، وشو استفدنا دخلك؟ لا الدولة تحركت وحاولت تكافحه، ولا الفلاحين طلع بإيدهم شيء، ولا الصقيع كف بلاء عن مواسمنا. بقى دخيل عينك،
دوري على المجلة عندك منيح وقعدي لخصي، خليني لحق انترو الليلة. بصراحة زاهر أنا خايفة عليك. من شو؟ خايفة تنكشف أمورك ويعملوا لك إنا. ما بيعملوا لا إنا ولا لكن، اطمني. ما حدا عم يقرأ نادية، ما حدا عم يقرأ. الناس ملت من قراية الجرايد. ليش؟ لأنها بلا جدوى، والمسؤولين ما بيقروا من الجريدة غير اللي عم ينحكى عنهم. إيه بقى شو ما كتبنا ما حدا شايف ولا حدا مشتلق. المهم نلطوا 300 ليرة حق المقال ونعبي عواميد وصلى الله وبارك. زاهر أنت مستسهل الأمر وكتير، يعني ما لي عرفان. لا مستسهل ولا شيء. أصلاً إذا انكشفت رسمالة نقلة من مجلة لمجلة، أو بيخلوني بالمجلة ذاتها وبينقلوني من صفحة لصفحة، عقوبة داخلية يعني. أمي أمي دوري لي على المجلة الله يخلي لي إياكي. اسمعي اسمعي هالقصة، اسمعي هالقصة يلي صارت معي قبل ما أتجوزك. من 5 سنين كنت مسؤول عن تحرير صفحة الأخبار الداخلية بمجلة الخبطة السريعة، ونزلنا مرة خبرين حد بعض. خبر عن سفر وفد رسمي لسنغافورة ليشترك بمؤتمر السكان العالمي، وخبر عن فوز 4 بقرات وطنيات من الغوطة بميدالية ذهبية من منظمة الأغذية العالمية، جائزة ترضية يعني. ودعمنا هالخبرين بالصور مثل العادة. تعرفي شو صار؟ شو صار؟ صارت لخبطة بسيطة. كتبنا يومها تحت صورة البقرات يلي معلق برقبتهم ميداليات ذهبية عبارة وفدنا إلى مؤتمر السكان والتنمية بلباسهم الرسمي، وكتبنا تحت صورة أعضاء الوفد يلي كانوا لابسين طقومة وجرافات أبقارنا المنتصرات وقد توشحنا بالميداليات. يا لطيف على الغلطة، غلطة فظيعة كتير، بتطير فيها روس الغلطة. صحيح غلطة شنيعة كتير وما بتنهضي ممنوب، بس فكرك شو طلع منها يعني؟ أكيد أكلت عقوبة وطار. ما طار شي، ضاعت الطاسي. أنا حطيتها بظهر المخرج، والمخرج طبشها براس عامل المطبعة، وعامل المطبعة شكلها برقبة الإدارة. المهم نقلونا يومها أنا والمخرج وعامل المطبعة من مجلة الخبطة السريعة لجريدة اللقطة البديعة. إيه وأنو أحسن؟ كله مثل بعض، شو أنو أحسن؟ المهم اطمني ما رح يصير لي شي. روحي يلا الله يخليكي، دوري لي على المجلة وخلصيني بقى. شو يا؟ نازل لك مقالة جديدة بجريدة أسوارية المساء؟ ايه شفته. نيالك يا عمي، ما حدا قدك. وليش بقى؟ لأنك مثل المنشار، عطال على آكل وعلى النازلة آكل. هلا دقت عينك على هالكم جريدة ومجلة يلي عم أكتب فيهم؟ فظاعة شو عينك ضيقة أنت؟ ثم ليش ما بتعمل مثلي؟ مين ماسكك يعني؟ شلون بدي أعمل مثلك وأنا يا دوبي لحق صفحة المبدعين الشباب؟ معلش نادر، لا تزعل مني، أنت إمكانياتك فقيرة ومواهبك محدودة، يعني صعب كتير تصير مثلي، شو الحكي؟ بقى لا تبتئس كتير وخليك على صفحة المبدعين الشباب. بعدين هذا هو الخط يلي نجحت فيه أنت، وبيجوز تلاقي صعوبة إذا كتبت بغير اختصاص. ليش أنت شو اختصاصك؟ مالي اختصاص أنا. مالي اختصاص، وهذا هو سر نجاحي. يعني عم اكتب بجريدتنا بقسم الروبرتاج، وبجريدة اللقطة البديعة بكتب بالثقافية، وبمجلة الفلاح العصري عم اكتب بالزراعة، وبمجلة الأرض الطيبة عن الخدمات والبلديات، وبمجلة الهداف عندي زاوية رياضية ثابتة، وبجريدة الفن التاسع عندي مساهمات نقدية للمسلسلات والأفلام. بقى وين رايح أنت بهالعجقة؟ لك وين؟ على هدول ما اختلفنا، أنا ببصم لك بالعشرة على مواهبك، بس اللي محيرني شلون عم تلاقي وقت لتعمل كل هالشي؟ هذا هو سر المهنة يلي ما ممكن أعطيه لحدا منو. ألو، أهلين أستاذ. أي موجود. أي ماشي، الله معك. رئيس التحرير طالبك. تفضل أستاذ زاهر. شكرا. أستاذ زاهر، الإدارة اختارتك لتكلفك بمهمة حساسة ومتعبة شوي. ولو بتأمروا أمر أستاذ، وأنا كما عهدتموني دائما رجل المهمات الحساسة. هيك ظني فيك. وشو هالمهمة أستاذ؟ بكرة الساعة 10 رح يصل الوفد السيراكوزي يلي رح يشارك بمؤتمر تحديث الأقمار الصناعية يلي مستضيفينه نحن بدعوة من هيئة الاستشارة عن بعد، فبدي إياك تطلع على المطار وتغطينا وصول الوفد. هاي شغلة بسيطة أستاذ. بتحب تاخذ معك حدا من الشباب يساعدك، مصورين مثلا او غيره؟ لا 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 استاذ، بطلع لحالي، عندي كاميرا وعندي مين يساعدني، لا تحكلوا هم.
في شيء توجيهات ثانية؟ لا لا ابدا، بس المهم يكون جاهز بعد الظهر لانه رح نحجز له مساحة على الصفحة الثانية. ان شاء الله بيكون جاهز على الوقت تماما، بس ما بعرف كنت حابب اخذ بعض المعلومات عن اعضاء الوفد. تفضل، هي نشرة فيها كل شيء بيلزمك. حلو كثير، هذا الحكي المفيد. انقلي لي هالصفحة هي بخطك الحلو عربين ما احط سكر للشاي. هلا كل هالحكي طلع معك وانت قاعد بالبيت؟ لكن لو طلعت على المطار عن جد واستقبلت الوفد، قديش كنت كتبت؟ لو طلعت كنت كتبت جريدة كاملة. أما قصتك غريبة. يعني أنا كل شيء فهمته إلا المقابلات، شو عرفك إنه أعضاء الوفد يلي قابلتهم هون على الورق رح يحكوا هيك حكي؟ مبينة شغلة روحي، ما فيها شيء، يعني هيك الزيارات بتكون أحاديث رسمية. وكلها عبارة عن مانشيتات، جمل منمقة، عبارات مفخمة، وكلها مجاملة لأهل البلد. يعني مثلا إذا سألت رئيس الوفد، أي رئيس وفد، مو شرط يكون الوفد السيراكوزي، شو رأيك بالمؤتمر يلي جاي تحضره؟ شو رح يجاوب فكريك؟ شو رح يجاوب؟ رح يقول لي ظهري إنه مؤتمر مهم بده يوضع النقاط على الحروف، ورح ناخد فيه قرارات مهمة وبناءة، ورح نقدم مقترحات وتوصيات ونشكل لجان وجمعيات لآخر حكي. وإذا سألنا أي عضو بأي وفد، مو شرط الوفد السيراكوزي، شو انطباعك عن البلد؟ رح يجاوب دغري قبل ما يشوف البلد إنه لفتت نظره النهضة العمرانية الكبيرة، وتفاجأ بالشوارع النظيفة، واندهش مضرين فلج من حسن التنظيم، ولمس كرم وأصالة الشعب المضياف، وأنه هو من زمان حابب يزور البلد قد ما سمع عنها من رفقاته يلي زاروها قبله. مو هيك رح يحكوا روحي؟ معك حق، أكيد هيك. إيه خلاص، ليش بقى لعذب حالي واتعب أعصابي وروح على المطار والتحش هنيك ساعتين زمان لانتظر الطيارة ويخلصوا المراسم وما بعرف شو كمان؟ يعني وراح أضيع وقتي كل الوقت مشان هالكلم كلمة يلي رح يحكوهون. خلصتي تبييض الصفحة اللي معي؟ لا لسه، تعا شوف لي هالكلمة هي ما نقرت معي. العلاقات الأخوية. طيب وهي؟ التلاحم المصيري بيننا وبين سيراكوزيا. وقد شدد السيد هوان زو رئيس الوفد السيراكوزي على التلاحم المصيري بين الشعبين، مؤكدا على ضرورة تبادل الخبرات والزيارات لزيادة التواصل بين الثقافتين. لك شي حلو؟ ما قلت لي زاهر، مين ترجم لك هالحكي؟ أنا حكي؟ حكي هوان زو. أنا ترجمته، ليش شو ناقصني؟ ومن أين كنت تحكي سيراكوزي؟ مو بالسيراكوزي حكى، حكى بالإنجليزي. هاه ايوه، بس بتعرف ريبورتاج مرتب، مانك نسيان شيء ابدا. دخلك كان في عجقه بالمطار؟ ايه في عجقه، بس ليش كل هالاسئله؟ صباح الخير يا شباب. اهلا استاذ، صباح الخيرات. يا اهلا وسهلا، قريتوا الريبورتاج استاذ؟ ايه نعم قريته، والله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا سيدي، شو رايكم فيه؟ شيء حلو، حلو كثير، وانا جاي بنفسي لحتى اهنيك. شكرا استاذ، هذا من لطفك. يا ترى لكم شيء ملاحظات على الموضوع؟ لا لا لا، ما في أي ملاحظات، موضوع كافي ووافي. مقدمة عن المؤتمر، شرح بسيط عن الوفد وعن المؤتمر، وصف لوصول الوفد للمطار مع كيفية استقباله، لقاء مع رئيس الوفد، لقاءات مع بعض أعضاء الوفد، وخاتمة لطيفة. شيء حلو؟ حلو كتير، كتير جميل يا أستاذ. بس في إلي ملاحظة صغيرة. خير أستاذ، شو هي؟ حبيت ألفت نظرك بأنه الوفد السيراكوزي ما وصل على البلد، لأنه طيارته مبارح تأجلت لليوم يا أستاذ.
قعدت تاخذني عليك حفلات بنوبة. معك حق، بس كمان مو معقول نرفض دعوة أبو سمهر. الزلمة وضعه ما كان بالبلد وبجوز يلزمنا على غفلة. شو يعني؟ وإذا عمل قصر جديد ضروري يعمل له حفلة مطنطنة يعني؟ لك ستي لا تدققي، الزلمة حابب يفرح بحاله. شفت مرته أم سمهر شو شايفة حالها ومأنزعة وكأن مالك القلعة؟ قال شو؟ تعوا لورجيكم الصالون، هذا كله قطعة وحدة، هذا كله رخام من إيطاليا، ولا تعوا شوفوا هالعفش ما أحلاه، هذا أنا سافرت بنفسي على إسبانيا وجبته من هنيك، ولا شوفوا هالتريات يلي ما في حدا بالبلد عنده منها، وتعوا شوفوا الحمامات والتواليتات، وتعوا على أوض النوم. يخرب بيتها ما لم صدق حالها بنوب. لا وشو بتقلي من روس مناخيرها وهي عم تودعني؟ شو أم طارق؟ لساتكن ساكنين بالفيلا القديمة المهريرة؟ نحن الفيلا تبعنا شحدناها لابن حماي، بس كل الحق عليك انت. ها الحق علي انا؟ ليش بقى يا أم طارق؟ لانه انت غصبتني عن روحه وانا ما كنت بدي روح. ولا يهمك يا أم طارق، وحياتك رح عمر لك فيلا ما حدا عمر مثلها بنوب، وصدقيني رح تكون فريدة زمانها. روح عنا يا، سمعنا من هالحكي كتير. مزبوط، بس هالمرة رح أزبط لك الفيلم تمام. شلون بقى؟ أنت ما بتتذكر الشركة الأجنبية يلي منعوها تفتح معمل مبيدات عنا؟ بلا تذكرتها، شو بها؟ أنا عم حاول دبر لها ترخيص، ويبدو لي إنه جماعتي رح يوافقوا لي ومو نسياني تعبي منوب. والله تعي لأحكي لك، تعي أروى، تعي. شو رأيك بقطعة هالأرض يا أم طارق؟ والله ما بعرف حبيبي، أنت شو رأيك؟ والله أنا شايفها نشطة وشرحة وعالية وهواها نظيف. ولا تنسي إنه أكبر المسؤولين بهالبلد والتجار الأغنياء ساكنين حواليكي هون. وكم دنم تطلع هاي الأرض؟ يعني بدك تقولي شي 5 دنومات، منعمر دنومين ومنخلي الباقي لجنينة والمسبح، شو رأيك؟ ما في مانع، بس يعني باختصار أنا بدي مسبحين، واحد صيفي وواحد شتوي، يعني بدي فيلا ما حدا معمر مثلها بالبلد ابدا ابدا. ولو يا ام طارق خايفه علي، قسما بالله رح خليها تصير حديث البلد كلياتها ويجوا يتفرجوا عليها مثل برج ايفيل. بس انت طولي بالك علي شوي. الو الو يا غالب، الله يرضى عليك، اتصل لي بالمؤسسات الهندسيه كلياتها. ايه بدي اسم احسن مهندس بالبلد. ايه الله يرضى عليك لا تأخر، مفهومتنا مع القصة؟ بدي اسمه يكون على مكتبي بكرة، فهمان؟ لا تتأخر، الله معك، مع السلامة. ادخل. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات سلاف، شلونك اليوم؟ الحمد لله بخير استاذ، الله يطولنا بعمرك. بتحب توقع البريد استاذ؟ ما في مانع، هاتي لشوف. هلا استاذ. ايوه شو ها؟ هذا طلب اجازه لابو موفق لمده اسبوع لانه بده يعمر بستان وغرفتين يجوز فيها ابنه. مع عدم الموافقة ما بدنا نفتح علينا هالبواب هلأ. وهات شو؟ وهذا استاذ طلب قرض لأبو فارس ب15,000 ليرة لأنه بده يجهز فيهم بنته كمان. مع عدم الموافقة لأنه ما حدا عم يلتزم بالسداد. وهات شو؟ هذا طلب إجازة أمومة لأم سامر عاملة السنترال. مع عدم الموافقة. بكير عليها، شو صاير لها؟ لساتها بالشهر الثالث. في شي غيره؟ لا سلامتك استاذ. الله يرضى عليك، وصيلي على فنجان قهوة. بتحب استاذ جيب لك معه صحن بيتي فور؟ لسان القطة، ما في مانع. أمرك استاذ. يا سلاف. نعم استاذ. لا تطرق وصيب مشيتك إذا بتريدي، نحن بالمكتب مو بالشقة. أمرك استاذ. صباح الخير سيدي.
أهلين غالب، شو صار معك بأسماء المهندسين؟ تفضل جاهزين. أوف شو ها؟ ولك يا بني آدم، أنا قلت لك بدي اسم أحسن مهندس، بقى وين جايب لي 20 اسم أنت؟ على هو ما فهمت إنه هدول هن أحسن مهندسين بالبلد وهن اللي عم يصمموا وينفذوا كل فيلات المسؤولين. ولك أنت ما بتفهم؟ عم قل لك أنا بدي اسم أحسن مهندس وبس. طيب سيدي عفوا، هذا هو أحسن مهندس بالبلد، مهندس ماهر شرف الدين. بعتي يا فورا. فورا فورا سيدي. ولك يا غالب يا زفت، وينه هذا المهندس ماهر؟ لك شو مشغول؟ شغله واحدة تسهل أمره. أنت قلت له أبو طارق بده إياك؟ إيه وشو قال لك؟ عظيم، أصبح بكرة بتجيبه موجودا لعندي. إيه ماشي الحال، الله معك، مع السلامة. احترامي سيدي. أهلين غالب. سيدي وصل المهندس ماهر شرف الدين. خليه يدخل على الصالون يستنى. حاضر سيدي. شو يا أستاذ ماهر؟ بالظاهر ما لنا قد المقام حتى عم تدلل علينا؟ لا ولو يا سيدي، هو العين ما بتعلى هالحاجة. لك أنا حاجب هاد؟ بعتت وراك أكثر من 20 مرة وأنت ضاربة طناش، بقى شو القصة؟ صدقني يا سيدي إني مشغول كتير، عندي مخطط فيلا بالجبل لأبو العلا، وديكور جديد لشقة أبو الندب المالكي، وفوق هالشي مطلوب مني تقديم دراسة لمجمع تجاري من 10 طوابق لأبو سومر على الأوتوستراد، وتنفيذ شارع البحر. بس هلا بس، ما في داعي لكل هالسرسرة. فوراً بترمي لي كل شيء ورا ظهرك وبتتفضلي إلي وبس، منيح هيك؟ سيدي مثل ما بتأمروا، بس شو بدي أقول للعالم؟ قل لهم عندي شغل ضروري لأبو طارق، وإذا حدا زعجك بكلمة واحدة قل لي. على كل حال بكرة الساعة 5 بدك تطلع معنا حتى تشوف الأرض يلي رح عمر عليها الفيلا، منيح هيك؟ عجبتك الأرض؟ بصراحة الأرض عجبتني كتير كتير وشفتها مرتاحة كمان. عجبتك ما هي؟ أنت شفت لي هالمناظر ما أحلاها؟ قالوا شو كانوا بدهم يعملوها حديقة عامة. وينك أستاذ؟ أنت مهمتك هلأ تعملنا فيلا ما صار مثلها بالبلد بنوب بنوب، يعني فريدة زمانها. اسمع يا سيد ماهر، ليش واقف؟ تفضل تفضل استريح يا سيد ماهر. أول كل شيء بدي المدخل يكون عريض كتير، يعني إذا انفتح الباب يدخلوا كل سيارتين سوا مشان ما يصير عجقة وقت نعمل حفلة. وبدي هيك فوق حجر أبيض، قوس حجر أبيض مثل هذا اللي شفناه بتدمر أبو طارق، شو اسمه؟ أرك دو تريانف، قوس النصر إذا فرنسيتك ضعيفة. وبدي الحديد ستانلس ستيل مطعم بنحاس وبرونز. ولا تنسى تصمم لي على الباب بشكل أنيق طبعا، غرفة للحراس، ولا لك اعملهم غرفتين بيكون أفضل، لأنه بركي يسلموني منصب أعلى لأن فيه هيك ريحة. وبدي الأرض الخام تلياني ملون أخضر وأزرق، والعواميد بازلت منحوت، والسقفية بلور ملون. أنا بدي مساحة الصالون 200 متر، 200 متر هيك بدي، ويسع 300 زلمي على القليلة. وبدي غرفتين صفرة ومطبخين كبار لأنه أبو طارق ضيوفه كتار. وبدي يا سيدي ما أنت 4 حمامات، واحد إلي واحد إلنا وواحد للولاد وواحد للضيوف. وبدي منك 7 غرف نوم، وكلهم يكونوا مطلين على الحديقة. وبتعمل لي بالطابق الأرضي مضافة فيها محل المنائل، وخرج نعمل فيها عزايم ومناسف على الأرض يعني. وبدي غرفة لشرب الشاي والقهوة والأراجيل والمتة. طبعا. وتكون بتطل على الجنينة من كل الجهات.
وبدي ثلاث مناسف، واحد للفريكي وواحد للكبسة وواحد ثلاث مسابح، واحد صيفي وواحد شتوي وواحد ميته فاترة. أنا لحد هلأ ما عم بقدر بفهم ليش إنتاج شركتنا مكدس بالمستودعات وما عم ينباع؟ ممكن أفهم ليش؟ سيدي لأنه الموديلات اللي عم نطالعها قديمة، بعدين القطاع الخاص عم ينافسنا. لك شو هالعلاك الفاضي؟ هلأ كل شغلة بدنا نلزقها بظهر القطاع الخاص؟ قلولي السبب المباشر والحقيقي بيكون أفضل. سيدي بصراحة الآلاف صارت قديمة كتير. أوف، وشلون قديمة بقى؟ أنا لما استلمت إدارة هالمعمل كان عمره 5 سنين بس. صحيح مولانا، وحضرتكم صلكم مستلمين المعمل 19 سنة. أوف، 19 سنة؟ فظاع شلون الوقت بيمرق والعمر بيمضى. معقول أنا صار لي 19 سنة بهالمنصب؟ صدقوني مالي حاسس. سيدي إن شاء الله العمر كله يا رب. المهم منرجع لموضوع كساد بضاعتنا، أنتوا ليش ما بتعملوا عمرة للآلات وصيانة عامة؟ سيدي نحن أحب على قلبنا، بس بدنا قطع تبديل. مزبوط معك حق، بس القطع بدها قطع نادر، والقطع النادر نادر. ادخل. عفوا استاذ، وصل المهندس ماهر ومعه الكتالوجات. خليه يدخل. حاضر استاذ. وهلأ يا جماعة بدي منكم تقرير بأسباب كساد إنتاجنا، وكل واحد منكم لازم يقدم لي دراسة لهالموضوع، واجتماعنا بإذن الله بعشرين الشهر الجاي حتى نصادق على طرق المعالجة. حاضر. يعطيكم العافية. مرحبا. أهلين مهندس ماهر، قلي لشوف شو صار معاك؟ جبت لك الكتالوجات سيدي، اتفضل نقي منها الفيلا اللي بتعجبك لحتى اساوي لك اياها. ومنين جبت هالكتالوجات؟ هي موجوده عندي، هي كتالوجات لاشهر الفيلات العالميه بالشرق الاوسط. لا حول ولا قوه الا بالله. ولك يا بني ادم بيصير انت ما عم تفهم علي. انا بدي فيلا ما لها شبيه، فيلا تكون فريده زمانها والعالم يضربوا فيها المثل. مثلا بدي سور مثل اسوار القلعه، له حصون وله ابراج، والجناين بدي اياها مثل حدائق بابل، والمنظر العام الخارجي للفيلا بدي اياه على شكل الهرم. لا مو هرم، دي موديل هرم صار، على شكل الارجيله. ارجيله؟ اي نعم. يعني المهم بدي شيء فريد عجيب متميز ما خطر على بال حدا منوب. بقى فكر منيح وشغل لي مخك شوي. شغله يا اخي. أنا بقترح الشكل الخارجي للفيلا يكون على شكل الكرسي، موافق؟ يعني ما حدا عنده مثل التصميم؟ لا 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 أبداً. عظيم كتير، شو رأيك مطاري؟ ماشي الحال، اتكلنا على الله. طيب، هاي شو؟ حيطان الغرف رح أعملكم ياهم دائرية وبدون عضايد، بينما السقف رح يكون على شكل إبابتكية، منيح؟ أيوة. طيب، بالنسبة للتبريد والتدفئة رح أعملهم على الطاقة الشمسية. ورح اعمل البواب تنفتح وتتسكر لحالها على صوت حضرتك او على صوت مطاري. بيصير هالشيء؟ طبعا بيصير. ويا ترى في حدا عنده مثل هالبواب؟ ابدا سيدي. سمعاني مطاري، ما حدا عنده مثلها. ومن جهه تانية رح تجيكم المي مخلوطه بريحه الزهر. يعني ما حدا سبقنا لهالشغله؟ ابدا مدام، انا صممتها مخصوص لكم، ورح اساوي لك فوق غرفه بلور ببلور ما بتسمع فيها الا صوت العصافير، مشان تقعد فيها تريح اعصابك وتسترخي وتعرف تفكر على 100 مهلك. يا سلام، برافو عليك يا ماهر، سمعاني ام طارق قال مشان فكر لحالي. بس انا خايف. ولا يهمك ولا يهمك معلمنا، هيك غرفه ما حدا عنده منها منوب. وراح اعمل لك جزيره بنص المسبح وراح ازرعها نباتات استوائيه. مرحبا. اهلا وسهلا سيدنا يا اهل، شرفتوا. يعطيك العافيه. تفضل اهلا وسهلا. شو اخبار الفيلا تحت انظارك يا ماهر؟ لا تمام، الشغل منيح الحمد لله. ناقصك شي مواد؟ ابدا لا لا لا، قل لي اذا ناقصك مواد انا مستعد اطمرك تمر بكل شي ناقص. الله يطولنا عمرك. الحقيقه يا ماهر انا جاي مشان ضيف تعديلات بسيطه على المخطط.
تكرم عينك، ولو انه انا الصالون تبع الضيوف عدلته وسويته مثل مضافة. عظيم، يعطيك العافية. بهالمناسبة بدي اياك تساوي لي الي برج حمام على اخر طابق، لاني انا وصغير كنت حب كتير صيد الحمام، وكان جدي الله يرحمه كل ما يجي ضيف يقول لي يا عزيز طلع على البرج وهات لك جوز حمام حتى نسلقه لضيفنا. وكمان بدي منك تبني لي بالجنينة إن للجاج، مو مشاني مشان أم طارق، لأنه أم طارق من لما كانت صغيرة كانت تطعمي الجاجات بإيدها بالضيعة. عفوا بس على هالصورة صار بده. لا 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 تغلط بالحكي، ما في أروع وأغلى من أيام الطفولة، ولازم يكون عنا بالفيلا أشياء كتير تذكرنا فيها. أمرك أبو طارق. ماشي الحال، بس المهم تعجل قد ما فيك. ماشي الحال. عفوا عفوا معلمي، تشرب قهوة؟ لا والله يا أم فايز، لسه ما خلصت الفيلا. إيه مزبوط طولنا، بس اللي بده يعمر شيء لازم يعمره على أصول مشان يفتخر فيه. يا ستي باقي لنا المسابح والمطابخ والمنافذ، سيراميك والبورسلان. صدقيني يا أم فايز لحد هلأ ما اعتمدنا. الله وكيلك عم ببرم على كل هالفيلات والقصور اللي عم تتعمر بالبلد، وما في شيء عم يعجبني، كله مشرشح وما في ذوق. لا تقلي لي شيء. والله لسه ما بعرف يا أم فايز، ما عم لاقي بالسوق حنفيات تعجبني، ما في شيء مرتب، ولهالسبب بيجوا سافر أنا وأبو طارق ونجيبهم من برا. لسه ما قررنا وين بدنا نسافر. أهلين يا أهلين أم فايز، خلينا على اتصال. الله معك. يخرب بيتها مثل المحقق، بدها تعرف البيضة مين بيضة. يخرب بيتها شو كتير تغلبة. المهم يا أم طارق لا تحكي شي لحدا، الله يرضى عليك. هيك لحتى نخلص، وقتها منعزم الناس حتى يشوفوا بعينهم أبو طارق كيف وقت اللي بده يعمر بيعمر. ايه أكيد رح تطلع عيونهم بالطول وبالعرض. ولك وآخرتها بقى شو قصة هالكساد؟ قلولي شو الحل برأيكم؟ والله يا سيدي أنا بقترح إنه يوقف إنتاج المعمل شي 6 شهور على القليلة. يخرب بيتك، يخرب بيتك على هالحل المشبوه. بدك توقف المعمل 6 شهور؟ سيدي أنا قصدي إنه يعني بدك تطالعني كذاب قدام مجلس الوزراء وقدام الصحافة؟ بقى لا قولي حل تاني بسرعة. ولك أنا باعت خطط الإنتاج لمجلس الوزراء وواعدهم بالنسب السريعة المرتفعة، مو واعدهم بتوقيف الإنتاج؟ أصبح يا سيدي ما في إلنا غير نجدد الآلات القديمة. أوه علينا، صرت سمعان هالحكي منكم 100 مرة. ولك ما عندكم غير هالحل؟ ما عندكم؟ العمى من قلن تور بيقولوا حلبوا. تحديث الآلات بده قطع نادر، عم تفهموا هالشي؟ ادخل. شو سيدي هذا اخر موديل لكراسي التواليت، بعت لك يا ابو حسام وكيل الصحيه وقال لي انه اليوم وصلوا بالطياره. يا شباب نحن رح ناجر اجتماعنا للاسبوع القادم، بس بدي كل واحد منكم يلاقي لي حل جذري. لا تنسوها. امرك استاذ. لا لانه بتروحوا وبتنسوا. حاضر استاذ. امرك. الله معكم. ولك يا بني آدم كم مرة قلت لك لا تجيب شيء بيتعلق بالفيلا لهون؟ يخرب بيتك بيدي. سيدي والله مزنبي، هو حكى معي وقال لي خود هالبيدي لمعلمك. بصراحة ما عجبني يا أخي، الفتحة كأنه ضيقة وخطرة، يعني الواحد بده يضل مقرقز عليها. بعدين شو اللون يا أخي؟ أبيض بلدي كتير. نزلوا نزلوا على الأرض لشوف لحتى يجربوا. نزلوا شب هاشم المالح هو وولاده. أبو طارق عزوم الوزير عبد الفتاح العساف هو ومرته، وعبد الحكيم الإنعام هو ومرته، وفياض موسى فياض هو وحرمه. ولا قلك لا إيش هذا؟ بلا ما تعزمه. لا 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 تغلطي، شلون ما عزمه؟ هذا زلمة مغترب وراجع على البلد ومعه أموال ما بتاكل النيران، وعم اتصل فيه باستمرار مشان نعمل مشاريع مشتركة سوا. وبدي تعزم لي ام سمهر وابو سمهر، والله لخلي عيونها تبز وهي عم تتفرج على الفيلا، ولخليها تدوخ دوخان وما تعرف ليش دايخه. الو. ايوه اهلا استاذ انس. لحظه.
الو، اهلين استاذ انس، شلون؟ ما تدبر معك 10 خدام لونهم اسود؟ لك انت لك يا اخي اصبغ لك كم واحد؟ ايه طبعا بدي منك تخلق لي اجواء الف ليله وليله. ايه معلوم؟ وينك؟ ولا تنسى كمان تكتب بالسماء وبالليزر فيلا نقطتين فوق بعضهم فريدة زمانها، وتحت فريدة زمانها افتح قوس وكتب ابو طارق وام طارق وسكر القوس. عظيم. بدي كل شيء يوم الخميس يكون جاهز. ايه الله معك، مع السلامه. هالما دبر معه 10 قدام لونهم اسود. لكن مين بدك تعزمي كمان؟ يا سيدي اكتب عندك زهير قنوع مرته وولاده. يا سيدي انا مرات بالصدفه على الارض وشفت التصميم، قسما بالله العظيم فرحت لك من نص قلبي. شكرا يا ابو سمهر، تشكر حبيبي. ايه يا ابو طارق، يعني بعد اذنك ممكن تعطيني اسم المهندس اللي عمل لك هالتصميم الحلو؟ العنوان؟ صدقني يمكن نسيته بالبيت، لانه هو نقل من بيته وغير عنوانه القديم. على كل حال انا فهمت منه انه مسافر 4 شهور الصيف. يا سيدي مو مشكله، انت بس اعطيني اياه وانا بنتظر ان شاء الله 5 اشهر كمان. ليش لا، على عيني وراسي ابو سمهر، ببقى بامن لك اياه. يا اهلا وسهلا مرحبا. اهلا وسهلا، الف مبروك مره ثانيه. يخليك ربي. اهلا وسهلا مرحبا، مع السلامه. العمى على اكل الهوى. قال بده عنوان المهندس ماهر. الو اهلا دكتور نصر. اهلا وسهلا مرحبا. نعم، بدك عنوان المهندس ماهر؟ صدقني يا دكتور مالي حامله. اي والله، اي تكرم عينك، بهاليومين بيوصلك. اي على عيني وراسي، الله يبارك فيك، مع السلامة. العمى، شو هالناس هي؟ لسه ما خلصنا الفيلا والشاطر اللي بده ياخذ العنوان ويعمر مثله. حبيبي ابو طارق، اوعى تعطي عنوان المهندس ماهر لحدا، هي عم فهمك من هلا. ها بس يا ام طارق، انا مهما حاولت خبيه رح ينعرف بالنهايه. طيب والعمل؟ والله ما بعرف. هي كل مخططات الفيلا، المدنيه والمعماريه والكهربائيه والفنيه، وحطيت لك الصور جواتهم. ليكون عندك نسخ تاني منها يا أستاذ ماهر. الله وكيلك سيدي، ما ضل عندي أي ورقة العلاقة بهالفيلا. عظيم جدا. أصبح وقع هون. مسيك. على شو بدي وقع سيدي؟ هذا تعهد بأنك ما تعمر مثل هالفيلا بحياتك منوب، وإذا بتعمر مثلها أو ما شابهها رح تتغرم بمبلغ مالي كبير وعقوبات جزائية. صدقني ما رح أسوي مثلها لحدا، هذا وعد مني. أصبح وقع، ليش خايف؟ حاضر. بتريد شي غير؟ أبداً، سلامتك، الله معك. يا غالب، من هلأ ورايح بتراقب لي كل تحركاته ليل مع نهار، مع مين عم يمشي، مع مين عم يسهر، لوين فات، لوين طلع، مين عم يزوره بالبيت، بالمكتب، لمين عم يعمل مخططات. يعني باختصار بتراقب لي الشاردة والواردة، مفهوم؟ مفهوم، ولا يهمك سيدي. انتم متأكدين من هالكلام يا غالب؟ سيدي لقطنا مخابرة للمهندس ماهر مع واحد اسمه أبو سمهر. شو عم بيقله؟ قال بس يخلص من فيلتكم رح يعمل له فيلا أحلى من فيلتكم المشرشحة. هذا على قوله سيدي، وبده يعمل فيلا تانية مثل فيلتكم لواحد اسمه أبو نواف. ومنو هذا أبو نواف كمان؟ هذا واحد تاجر ممنوعات، وهلأ عم يبيض أمواله وفاتح مكتب استيراد وتصدير. يا حبيبي، هلأ المهربين صاروا بدون يقلدونا؟ نجوم السماء أقرب لهم. بسيطة يا أستاذ ماهر، بسيطة. تفضل يا أستاذ ماهر. شكرا سيدي، عفيني أنا ما بدخل، الله يخليك. كيف الشغل معك بالفيلا؟ تمام، الشغل عظيم، إن شاء الله الخميس بتستلموا كل شيء. شوف يا ماهر، أنا الحقيقة بعزك كتير وبحب مصلحتك. الله يطولنا عمرك يا سيدي، شكرا جزيلا.
ولهالسبب دبرت لك عقد عمل برات البلد بمبلغ مخري جدا وبمركز ممتاز جدا. تفضل هالعقد وقع عليه وبعدين تطلع عليه على مهلك. شكرا سيدي، شكرا شكرا جزيلا. بس انا ما بحب السفر وهون بالبلد الحمد لله عايش ملك. ما بعرف بس والله سفر حلو يعني. انا رح ابعتك. معلش سيدي انا بعتذر وشكرا لمبادرتك، انا ما بحب السفر. طيب بسيطة بسيطة، انا بقدر موقفك تماما. تمر شي تاني سيدي؟ لا ابدا، سلامتك. قال ما بيحب السفر. قال مرحبا. شو هاد؟ خير؟ شو في؟ تفضل معنا زكري. وين بدي اتفضل معكم؟ عندك 6 أهم رح لك اياهم، بس انا بنصحك ما تحكي اي كلمه لحتى يكون في محامي، لانه اي كلمه بتحكيها ممكن تستعمل ضدك. وشو هي هال6 أهم بالله؟ اولا تهرب من الضرائب، ثانيا مخالفه بالمواصفات باخر تعهد اخذته، ثالثا سرقه حديد وخشب وشمينته وانت عم تعمر فيلا فريدة زمان، رابعا العمال اللي اشتغلوا معك ما كنت بسجلهم بالتأمينات الاجتماعية، خامسا شهادة الاختصاص اللي عم تمارس على أساس المهنة مزورة وغير معترف فيها، وسادسا وأخيرا لقينا بسيارتك حشيش وهروين. بقى تفضل معنا وبهدوء لو سمحت. شبه رانيا؟ ما فهمت عليك، شلون يعني؟ يعني ما بعرف شو بدي قلك، بس حاسسها كأنه مو على بعضها ومكركبة شوي. ليش بقى؟ ما بعرف، حاسسها يعني عم تصفن كتير، أكلها صاير قليل، وكأنه واعى بورطة أو في مشكلة بحياتها. معك حق، في هيك شيء. شفتي شلون تخميني كان بمحله؟ احكي لي بقى لشوف شو القصة؟ وليش لأحكي لك أنا؟ هلأ هي بس تيجي بتحكي لك. لا بدي اسمع منك بالأول. مثل ما بدك، رح أحكي لك. بس وينك؟ إذا بده يطلع خلقك وتقعد تبهدل وتخانق فأحسن لي تضل ساكتة. لا لا ولا يهمك، بوعدك ما رح يطلع خلقي، بس أنت احكي. حقيني حقيني للي إيه ستي من أولها. بصراحة رانيا متعرفي على شب. شب؟ متعرفي على شب؟ طول بالك لسه ما حكينا شيء. لك شلون ما حكيتي شيء؟ حكيتي وخلصتي. لك خليني اكمل الاخر ولا تخطف الكبايه من راس المعون، وطول بالك علي مثل ما وعدتني. وهي طولت بالي، قولي بقى خلصيني، شو حدود هالمعرفه؟ يعني على ما يبدو في بيناتهم شويه اعجاب متبادل. اعجاب متبادل؟ يا حبيبي يعني لو كان اعجاب من طرفه منقول نص مصيبه، بس من طرفها كمان متبادل. هلأ كل ما بدي أحكي لك كلمة بدك تنطبط الحمص الكي؟ روق عدنان خليني أعرف أحكي. ماشي الحال وهي روقت. قليلي غير الإعجاب شوفي. أنا فهمت منها إنه هو بيحبها وهي بتحبه. بيحبها وبتحبه؟ لك شو عم تحكي أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شو صار لك عدنان؟ هدي حالك شوي. لك شلون بدي هدي حالي أنت التانية؟ بنتي عم تحب وتعشق وتتمعشق وبدك ياني هدي حالي؟ طالما النوايا سليمة فما في مشكلة. وين المشكلة؟ شو يعني؟
شو معنات هالكلام؟ الشاب بنيته سليمة وبده يجي يطلب ايد بنتك رسمي. ايوه هيك لكان. بس يعني شلون بده يطلب ايدها ونحن ما بنعرفه؟ شلون نتعرف عليه؟ وين المشكله؟ صبر جميل وبالله المستعان. وين راني هلا؟ جوا بغرفه النوم. بسيطه، انا رح احكي معها. وانا هي فكري، بس الله يرضى عليك عدنان، لا تضوج عليها بالهداوه. ما رح ضوج بالهداوه مثل ما بتمري. ايه رانيا؟ احكي لي. ليش ما حكيت لك ماما؟ مبلا حكيت، بس انا حابب اسمع القصة من تمك. ارجوك بابا لا تحرجني. هلا ايمينا من الاحراج وجاوبيني. الموضوع يلي بينك وبين هذا الشاب جدي؟ ايه بابا جدي، وبصراحة طلب مني حدد له موعد معك حتى يجي ويقابلك. شو اسمه؟ اسمه ايمن. أيمن شو؟ من بيت مين؟ أيمن حزازي. حزازي؟ مالي سمعان بهالعيلة. طيب بده يجي لحاله ولا مع أهله؟ لا بابا لحاله، لأنه أهله مو ساكنين معه. هو مبدئيا رح يجي لحاله، إذا حضرتك وافقت عليه بيجيب أهله. أيوة. طيب كيف تعرفتي عليه أنت؟ بالصدفة، عن طريق الصدفة. إلك زمان بتعرفيه؟ لا يعني من حوالي 15 يوم بس؟ ايه بس. يا بابا مالك ملاحظة انه هيك مدة مو كافية ابدا لحتى تعرفيه منيح وتدرسي طباعه وتاخدي فكرة واضحة عنه؟ هو بابا بالنسبة لأيمن المدة كافية. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني أيمن كتير صريح وواضح وما عنده شي مخبى، واللي بقلبه على راس لسانه، يعني كتير شفاف. بتصور بابا من جلسة وحدة بينك وبينه رح تعرف عنه كل شي. يعني انت عاجبك؟ ايه ما بو شي. يعني ما له علة؟ هو بصراحة في له علة وحدة ما حبيتها فيه. وشو هالعلة بقى؟ دائما بيحط على الكبتمه، وليش لزقان بهالعادة ما بعرف. وما سألتي انت ليش بيعليك؟ لا الحقيقة ما سألته، حسيت بابا انه هالأمور شخصية وما حبيت اتدخل فيها. صحيح ما بقلك لا، بس شغلة العلقة مو حلوة ابدا بحق الشاب ولك بنتي. وحتى أكون معك صريح أكثر، يعني شغلة العلكة بتم الشاب مستهجن كتير وبتعطي فكرة غلط عنه. معك حق بابا، بس صدقني ماله غير هالعلة. ماشي الحال، منشوف مو مشكلة. إمتى رح يجي قلتيلي؟ وقت حضرتك أنت بتريد. أصبح أنا رح أنتظره بكرة المساء الساعة 6، خليه يجي. صحيح، شكرا كتير بابا، الله يخلي لي إياك وما يحرمني منك، يا أحلى أب بالدنيا كلها. شيء صارت الساعة 6:30 ولسه ما شرف هذا، إمتى بده يجي؟ بسيطة بابا، الغايب عذره معه. يعني معقول الواحد يتأخر عن هيك موعد؟ هذا مؤشر مو حلو أبدا. ها أكيد هذا هو. رانيا. نعم بابا. نعم بابا. شو بكي راكدة؟ تقلي شوي، ليش مترطعة؟ أمك بتفتح. وبدي منك بعد ما يفوت جنابه تتركينا انت وامك، بدي احكي انا وياك كلمتين لحالنا على انفراد. حاضر بابا. ايه حاضر بابا. مرحبا خالي. اهلا وسهلا يا ابي، تفضل. مرحبا. يا اهلين. مرحبا عمو. اهلا وسهلا. كيفك؟ انا ايمن حزازي. اهلا وسهلا، تشرفنا. هاي رورو، كيفك؟ رورو؟ تأخرت، بس حصلت معي ظروف اضطرارية خلتني اتأخر. بسيطة بسيطة، حصل خير. امشي ماما رانيا، خلينا نساوي قهوة. عن اذنك يا ابني. اذنك معي. رورو، انا قهوتي وسط مثل العادة. تكرم عينا. اهلا سيد ايمن، اهلا وسهلا. اهلا يا عمو. يمكن حكيت لك رورو عن الموضوع اللي انا جاي مشانه، مو هيك؟ ايه حكيت لي. واذا بتريد لا تقول رورو، مو حلوه يا ابني. شو هاد؟ ناديها الان سيرانيا مشان ادرك وادرها.
مثل ما بدك عمو. الآن سيرانيا، الآن سيرانيا، ويعني ولو إنه رورو أحلى. ماشي، اتفضل، عم بسمعك. الحقيقة عمو، أنا ورورو أنا والآن سيرانيا تعرفنا على بعضنا من فترة قصيرة. عفوا، يا ريت تقيم هالعلكة من تمك وانت عم تحكي معي، لاني ما عم بفهم عليك الحكي وانت عم تجلق. اسف عمو، الحقيقة ما بقدر، بدك تعذرني. اوف، وليش بقى؟ لاني انا متعود بعد ما ادخن سيجارة حط علكة بتمي مشان تروح ريحة الدخان. ليش انت بتدخن؟ اي والله يا عمو بدخن، صار لي 15 سنة على الان بسوسة السيجارة. يخرب بيتها شو طيبة، خاصة مع المسكة. بس السيجارة بتضر صحتك كتير، خصوصي انك بديان فيها على بكير. معك حق، هو الحقيقة انا حاولت اقلب على الارجيلة بس يعني ما استفدت شي. شلون ما استفدت؟ يعني صرت دخن وارجل مع بعض، لانه الارجيلة بصراحة ما عبت لي مخي منيح. والله انا بنصحك تبطل التنتين سوا، لاني مو حابب تترمل بنتي على بكير، هذا اذا صار نصيب طبعا. حلوة هي، ملعوبة تماما. انت بتدخن عمو؟ لا ما بدخن، ولا بعمري حطيت سيكارة بتمي. برافو عليك، عجبتني. هو الحقيقة عمو يعني أنا حاولت بطلها، مو إنه ما حاولت، بس بصراحة ما قدرت. هو إذا نوى الإنسان بيقدر، بس أنت يبدو إرادتك ضعيفة. لا لا بالعكس، أعوذ بالله، إرادتي ما في أقوى من هيك، بس أنا لما بشرب بتضعف إرادتي وبفقد السيطرة على نفسي. ليش أنت بتشرب؟ إيه عمو إيه بشرب، شو فيها؟ بصراحة أنا يعني لما نويت قبلك حطيت ببالي إني حكيك بمنتهى الشفافية وما خبي عنك شي. ها، بمنتهى الشفافية قلت لي؟ إيه، أحسن من اللف والدوران، مو هيك؟ إيه لك أن طبعا. بس يا ابني ما بيصير هيك، انت لازم تحاول المستحيل حتى تتخلى عن العادة مشان صحتك ودينك واخلاقك. والله معك حق يا عمو، بس يا حسرك وين المشكلة؟ ما بعرف وين المشكلة. اني لما بروح على الكازينو ما بقدر ابدا الا ما اشرب. ليش انت بتروح على الكازينو؟ ايه بروح مع رفقاتي ومتسلى شوي. ودخلك شو بتعملوا هني؟ اشو بدنا نعمل يعني؟ بنسهر وبنفرفش وبنغير جو. بس يا ابني السهر بالكازينو بده مصروف كبير، مو هيك؟ بقى منين بدك تلحق هالمصروف انت؟ والله معك حق يا عمي، عم تحكي زينة العقل، لانه هالايام صعبة كتير، والواحد يعني يا دوب عم بيأمن مصروفه الشخصي. بس ولا يهمك، انا عم دبر حالي. شلون يعني عم تدبر حالك؟ بدك شفافية ولا بنت عمك؟ لا بدي شفافية. يعني أنا هيك لما بدي معي الأحوال بلعب لي كبرتية ورق. يخرب بيتك مار يعني؟ لا شو مار، يعني نحن بنلعب ورق هيك للتسلاية، بس يعني بنحط شرط مشان يصير شوية إثارة سسبنس. نفس الشيء، شو فرقت يعني؟ هو معك حق تتوسوس عمو، بس ولا يهمك، أنا رح طمنك، أنا دائما بربح، يعني على طول جيبتي عمراني. لك أخي بتربح ولا بتخسر أنت حر، ويكون بعلمك أنا مستحيل أعطي بنتي لواحد مثلك، فهمت ولا ما فهمت؟ العمى، العمى على القصة. ليش؟ شو السبب عمو؟ لك لسه بيقول لي عمو، عمى الحردين والدبب إن شاء الله. قوم قوم قوم، يلا خلصني نروح. لوين بدي قوم؟ أنت مالك نصيب عنا، تيسر من هون، يلا يلا خلصني. لا طول بالك طول بالك، أنت هيك عم تتسرع، أكيد أنت لما رح تعرفني منيح حتوافق دغري. لك يخرب بيتك وبيت بيتك، لسه بدي اعرفك اكثر من هيك؟ العمى، ولك بتعلك مسكي مشيناها، بتدخن بلعناها، بتأرجل هضمناها، بتشرب صفنا فيها، وفوق كل هالشي بتسهر بالكازينو انت ورفقات السوق وبتلعب قمار. إيه لا لا سيد ايمن، هيك صارت تخين كتير، العمى على الحاله. لك بس اللي بدي اعرفه انه امتى انت لحقت تتعلم هالشغلات؟ امتى؟ الله وكيلك يا عمو، انا ما كنت هيك، بس تعلمت هالشغلات كلها بالسجن. ليش انت كنت بالسجن؟ ايه ليش كذب؟ شفافيه حلوه، اصلا لو ما طلع عفو عام والجماعه صفطوا حقهم يمكن كنت لهلا ملحوظ بالسجن، لانه محكوميتي كانت 15 سنه. لا عم ضربك 15 سنه؟ ليش شو عامل انت؟ يعني مو بقصدي، وعلى طلعان خلق قتلت واحد.
قتلت واحد؟ لا تظلمني يا عمو، الحق كان علي، هو اللي استفزني وخلاني أوصه. وليش أوصته؟ يا سيدي لسه وما فيها، رحت لعنده على البيت بدي أطلب بنته، قام رفضني، هيك قال له وكيلك من الباب للطاقة، وما قدم لي سبب مقنع، قمت ما لقيت حالي غير فار دمي وسحبت هالمسدس وأوصته. أوصته على الخالص؟ مات يعني؟ شو بدنا نعمل؟ عمره خالص. بابا؟ شو بدك أنت التانية؟ بابا خلص أنا ما عاد بدي إياه لأيمن، اعمل اللي بدك إياه لا تحكي لهم شي، أنا غيرت رأيي. شو تغيري رأيك بابا؟ شو شغلي على كيفك وليه؟ بعدين شو صاير لك بنتي؟ فهميني، ضربك العمى يعني العمى ضربك؟ مالك شايفة قدامك هالشاب الخجول يلي مثل الوردة، صاحب الأخلاق الحميدة والمزايا الحسنة والسلوك القويم؟ والله إنه لعلى خلق، ولو كنت فتاة لتزوجته وتهافت عليه تهافتا، وذلك لندرة وجوده بين البشر. بعدين تعالى أقول لك، بنتي هالشاب بيحكي كل شيء بصراحة وشفافية، الدرسان عرفان معنى الشفافية مزبوط، سبحان الذي خلقه سبحانه، يعني ما له إلا علة واحدة مثل ما قلتي، وهي أنه بيحط مسكة بتمه علكي. شو عليه بابا؟ شو عليه؟ خليه عليك، الزلمة بده ينظف أسنانه ويزيل طبقة البليك ويعطر تمه، بقى ضروري ينزعله مشان هالشغلة التافهة. لا بابا، يعني وافقت عليه؟ انت روحي جيبي لنا باكيت الدخان وهيك شوية مازة وكاسة شراب، وهاتي شدة بإيدك يعني بابا حتى أكسب الوقت شوي ونفكر بموضوعنا. عمو أمر. عمو معك مسكي؟ لك على راسي أنا اللي معي مسكي. واحدة ولا تنتين؟ تنتين عمو.